مستمر في توتر كبير، في توتر كبير يعني، واحتكاكات بين بعض اللاعبين. خلونا نتابع ونشاهد. فالدي، فالدي بيلعبها 90، لا تصد ولا ترد، ومع احترامي ما يوقف احد. هذا فالدي وخره عن طريقه، فالدي ما حد يوقف في طريقه، لا عارضه لا قائم لا لاعب لا حارس، لان فالدي والله طرب داخل منطقه الجزاء وخرج الان من المنطقه، ولعبها عاليه وعرضيه عيناويه. فالدي الله عليك الله عليك الله عليك، والله لا تلوموني لما اقول اسطوره بالركبه. شوفوا 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 كيف استلمها بالركبه بالركبه، اي والله بالركبه، وبعدين عدى باليسار ومشى باليمين وحطها باليسار، وما شاء الله الابداع باليمين وباليسار، والابداع باليسار واليمين، والعيناوي كنا حالف يمين الا انه هو ينافس هالسنه. عيناوي يضع الهدف الثاني.